راضيين عن النتيجة لأنه البعض بيقول أنه 65 هو على الحفة تقريبا. يعني بعتقد رغم كل الرهانات الرئيس بري فاز بالأغلبية المطلقة من الدورة الأولى. نحن واقعيون ونتعاطى بواقعية وموضوعية، نعرف المتغيرات والتحولات، وهذا انتصار للمجلس ولإرادة الناس. هل أعطيتهم الياس وصعب؟ ايه طبعا حكما. طيب وهني عطوكن لمجلس لرئيس مجلس النواب؟ اكيد يعني، ولو كان طبعا في تقصير ولكن اعطونا اكيد. لانه هني بيقولوا ما بدهم يعطوا حدا لرئيس بري، يعني تاير الوطن الحر قال انه ما حيعطوا. نحن متاكدين انه هناك مجموعه كبيره يعطوا. شكرا كثير لك.